طالبة بتخرج من هنا عندها استعداد انها تشتغل في اي مكان. كان نفسي من زمان ان انا التحق بالشرطة النسائية. من زمان ان انا التحق بالشرطة النسائية. الحمد لله ربنا وفقني ان انا لقيت حد قال لي على معهد معاوني الامن ان حضرتك ما تكونش مجند بالقوات المسلحة او ملتحق لقوتك، ما تكونش متزوج او سبق ليك الزواج سواء كنت ولد او بنت. طالبة بتخرج من هنا عندها استعداد انها تشتغل في اي مكان، وعندها استعداد ان هي اي حاجة اتعلمتها هنا ان هي تأديها بره وبكفاءة اكتر كمان.